تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في البداية نرحب بفريق العمل، معنا في الإعداد حسن البلاونة، في التنسيق إسرائيل هاشمي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. صبحت الله بالخير دكتورة ندى الملة. صباح الورد وصباح الجمال، صباح الثلاثاء الجميل. أنا رح أدخل على طول أخبركم أرقام التواصل وسؤال اليوم. أرقام التواصل معنا على 600-551414، وسؤال مسابقة رمضانية يقول: من أعراض الجلطة الدماغية؟ هل هو ضعف الأطراف أم صعوبة في الكلام أم جميع ما ذكر؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية، ونسحب على فائزين. فائز يفوز ب 500 درهم كاش، والفائز الثاني يفوز إن شاء الله باقة VIP لإجراء فحوصات بقيمة 1000 درهم، والجوائز كلها مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. أرقام التواصل يتصلون فينا يعني المستمعين؟ قلت وين بيلحقون يتصلون فينا؟ ليش قلت بسرعة الرقم؟ لا إذا البرنامج ثلاثة أربعة إعلانات، وين بيلحقون يتصلون فينا؟ كلمتين نحن هذا بنطلع فاصل الحين بعد شوي. معلي في ربع ساعة الثانية وآخر 20 دقيقة تصلوا معلي. بنجاوب على الأسئلة باقتضاب ولكن نوفي المعلومة. أوكي، شو يعني باقتضاب؟ يعني باختصار. أوكي. كشف طبي ينهي ألم تسوس الأسنان. قال علماء بريطانيون أنهم طوروا مادة يمكن أن تساعد في تجديد مينا الأسنان، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لمشكلة تسوس الأسنان التي يعاني منها ملايين البشر في العالم. وقال باحثون في جامعة كوين ماري في العاصمة البريطانية لندن إنهم طوروا طريقة لتنمية المواد المعدنية، مما يمهد الطريق لتجديد الأنسجة الصلبة مثل مينا الأسنان والعظام. ووجد فريق الباحثون بروتينا قادرا على تحفيز نمو البلورات بطريقة مشابهة للكيفية التي تنمو بها البلورات عندما تتطور مينا الأسنان في جسم الإنسان. هذا طبيب عربي شكله أو من أصل العربي. نعم. يقول دكتور شريف الشرقاوي طبيب الأسنان المشارك في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة العلوم الطبيعية: هذا أمر مثير لأنه يفتح الباب أمام فرص جديدة للعلاج وتجديد أنسجة الأسنان. والله اختراع جميل محمود صراحة. يعني إذا طبعا ألم تسوس الأسنان وعلاج تسوس الأسنان جدا مؤلم، فلو هل دراسة يعني اختراع هذا تطبق فبيقل الوقت عن طبيب الأسنان، ناس بيقل ألم تسوس الأسنان اللي صاحبهم بالأيام والأسابيع، وحتى العلاجات احتمال بتكون حتى أبسط من شيء. والله شيكون شيء جميل صراحة يعني. ولكن أتوقع مع هذا راح يوصون بضرورة تنظيف الأسنان حتى لو كان في علاج التسوس. هني الهرمودي يقول أعراض الجلطة الدماغية أن المخرج أيمن سرحي وحليه لأيمن مسكين أيمن فقير أيمن زي. نحن منذكر بالسؤال دكتورة وما نطلع فاصل إن شاء الله. يقولنا السؤال: من أعراض الجلطة الدماغية هل هو ضعف في الأطراف أم صعوبة في الكلام أم جميع ما ذكر؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية، ونسحب على فايزين. ترى اليوم الفائز بيفوز الأول بيفوز معنا ب 500 درهم نقدا مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي، وأيضا الفائز الثاني بيفوز بباقة أو قسيمة الفحوصات الطبية لكبار الشخصيات تقدر يعني ب 1000 درهم. هذه الفحوصات اللي يعني في ناس يجون يتعنون من برا
دبي ومن برا الإمارات عشان يسوونها. صحيح. فكل الشكر لهم على 4006. ممكن نستقبل إجاباتكم فقط في الإنستغرام، ما نستقبل إجابات بس على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. سؤال حلقتنا اليوم يقول: من أعراض الجلطة الدماغية ضعف الأطراف أم صعوبة في الكلام أم جميع ما ذكر؟ على 4006 مع اسماكم الثلاثية، ونسحب على اسمين. اسم يفوز ب 50 درهم كاش، والثاني يفوز بباقة الفي آي بي بقيمة 1000 درهم، والجوازة مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. إذن كل الشكر لمستشفى الزهرة على رعاية مسابقتنا. طبعا مستمعينا، مركز سعادة كبار السن البارحة نظم حزمة من الأنشطة والفعاليات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني وشهر رمضان الفضيل، وهذا طبعا في إطار الجهود المستمرة للمركز لدمج وإشراك كبار السن في المجتمع وتعزيز روابط وأواصر المحبة والتآلف والتكاتف ما بين أفراد المجتمع. نحن نتعرف على هذه الأنشطة معنا عبر الهاتف الدكتورة سلوى السويدي، مدير مركز سعادة كبار السن في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. هلا في دكتورة سلوى. يا هلا. دكتورة سلوى، تكلم أول شيء عن فعالياتكم بمناسبة يوم زايد العمل الإنساني. طبعا 19 من رمضان اللي هو البارحة يوم زايد للعمل الإنساني، وهي نفسها ذكرى وفاة أبونا الشيخ زايد. هي ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، هو قائد الإنسانية اللي إحنا كلنا يعني نمشي على خطاه. كل الجهات والمؤسسات تسعى أن هي تعزز أو توثق عمل الخير في هذا اليوم. صحيح. فالبارحة الصراحة كان يوم كان مركزنا وايد مشغول من الفطور إلى ما بعد التراويح. كان عندنا إفطار زيارة من موظفي بلدية دبي وعلى رأس مساعدة المهندس داود الهاجري، طبعا بحضور معالي حميد القطامي. تم تناول الإفطار مع كبار السن في جو أسري، جو إنساني، جو جميل فعلا. يعني حبينا وجود المدراء معنا مع كبار السن، وكان في طبعا بعد مسابقات تراثية، أسئلة، أجوبة، تفاعل بين كبار السن والمدراء وموظفي البلدية، وانتهت الزيارة بصور تذكارية وتوزيع هدايا. جميل. بعد التراويح كان عندنا زيارة وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعد نفس الشيء للاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، ونفس البرنامج كان برنامج جميل وخفيف. كان في بعد مسابقات تراثية، توزيع عيدية على كبار السن، أخذ صور تذكارية وتبادل الدروع. ما شاء الله، تعطيهم العيدية من الحينة. طبعا يستاهلون. يستاهلون. نعم تفضل دكتورة سلوى. فإحنا طبعا يعني رمضان بالنسبة لنا، أنا دوما أقول إحنا موظفين العاديين يداومون 5 ساعات في رمضان، موظفين مركز سعادة كبار السن يداومون يمكن 10 ساعات. بس هم مداومين دكتورة، أكيد يعني شعور السعادة اللي يحسون فيه ما أعتقد ممكن أي موظف آخر يحس فيه. صح بالضبط، لأن إحنا يعني بصراحة نتعامل مع فئة لها قدرها في المجتمع، لها دورها. رضا كبار السن وإسعادهم هي فعلا غايتنا. صحيح. نشوف هالابتسامات اللي شفناها البارحة على وجوههم طول الوقت من الفطور لغاية ما بعد التراويح، إحنا كنا مبسوطين ومستانسين. فكم يسوى إنك تسعد شيبة، أوكي عطيت العيدية مبكر، ذات فاين، النهاية هو استانس. عرفت يعني هذا هو فعلا نجاحنا، إن إحنا نشل الصورة، نبعد الصورة السلبية عن دور رعاية المسنين اللي بعض الناس تنظر لها أنه دور عجزة وما عجزة وهالأمور والمصطلحات اللي إحنا ما نحبها. إحنا قاعدين يعني نطرح فكرة مختلفة لرعاية كبار السن. صحيح. دم كبار السن بالمجتمع بشكل إيجابي، هم جزء يعني لا يتجزأ من المجتمع. صحيح. لهم قيمتهم، لهم احترامهم.
فالجهات والمؤسسات أو حتى الأفراد والمتطوعين لما يجون يزورونهم فعلا يشوفون على أرض الواقع كبار السن بصورة مختلفة، مو بكبير السن الشخص الضعيف العاجز، لا بالعكس يشوفون كبير السن اللي يرحب فيهم يستقبلهم يدخلهم المركز يسولف معاهم يضحك معاهم. This is what we want. صحيح. وهذا اللي احنا قاعدين نسعى له. صحيح. أنا هني يعني أبغى أشير أن يعني تواجد كبار المسؤولين يعني حضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام الهيئة وسعادة داود الهاجر مدير عام بلدية دبي وأيضا دكتور يونس كاظم الدكتور يونس وغيرهم الكثير حتى من الدوائر الحكومية اللي يحرصون وأيضا حتى المؤسسات الخاصة كذلك يعني عندهم حرص على أنهم يعني يحضرون ويعززون مثل هذه المبادرات. أنا هني وجودهم وجود كبار السن في 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 هذا 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 الإطار. يعني البارحة كنت أشوف يعني حتى هذه المرأة اللي جت وتدعي يعني هذه الدعوة بس كم تسوى كانت بالضبط. كنت أقول لسعادة داود الهاجري أقول له هاي الدعوة كم تسوى، أقول له يعني إحنا هاي الدعوات الحمد لله يمكن في ناس حتى يحسدوننا على شغلنا معهم يقولوننا يعني الحمد لله أنكم أنتم يوميا تحصلون هالدعوات. البارحة أنا كنت أقول لمعالي حمد القطامي أقول له أبو محمد أنا يوم أبغي شغلة أنها تتحقق أقول للشباب ادعوا لي. صحيح. يقول لي يقول لي يقول لي صح كلامك، يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما يرد دعوة الشيبة. صحيح. الحمد لله هاي كلها blessings وبركات مثل ما احنا نقول يعني. صحيح. طيب انتم في رمضان عندكم العديد من الانشطه وبتنظمونها مع مراكز المسنين خلال الشهر بشكل عام، حدثينا عن يعني الحين نحن 20 رمضان من بدا رمضان لين احنا من اول رمضان شغالين، عندنا ملتقى رمضاني بشكل يومي من ما بعد التراويح إلى منتصف الليل، يعني تقريبا من الساعة 9 لغاية الساعة 12. الملتقى الرمضاني حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات، طبعا إضافة لعدد كبير احنا سو فار أخذنا صار عندنا 5 مرات إفطار داخلي سواء كان من مؤسسات حكومية مثل بلدية دبي البارحة مثل جمارك دبي، مؤسسات خاصة مثل بنك المشرق شركة أبلا. الأسبوع الجاي عندنا أفطار الأمانة العامة المجلس التنفيذي، في أفطارات خارجية صارت بعد، كان في دعوة من الشيخة لطيفة بنت حمدان عزمة كبار السن في نادي زعبيل للسيدات. السبت هذا عندنا أفطار خارجي بعد من مؤسسة كتوبيا المسؤولية المجتمعية. صار في العديد من زيارات المؤسسات في الفترة ما بعد التراويح، وأنا قلت حتى يمكن في لقاء في بداية الشهر ان احنا قاعدين نعطي الفرصه للمتطوعين والزوار اللي في رمضان يكونوا مشغولين في النهار انهم يجون يزورونا في الليل. صحيح. فكان في زيارات من جمعيه تواعد الخير مثلا بحضور رئيسه الجمعيه الشيخه فاطمه بنت حشر، كان في مجموعه تطوعيه اسمها مجموعه حب الامارات، كان في طلاب من جامعه دبي بعد سووا فعاليه حلوه وكيوت يعني على قدهم كطلاب بس يعني أسعدوا كبار السن فعلا. كان في زيارة من قطاع النشر من مؤسسة دبي للإعلام، والبارحة طبعا كانت زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. بالإضافة إن إحنا في المركز نسوي محاضرات داخلية من إدارة تغذية سريرية كتوعية شو الإفطار الصحي، شو السحور الصحي المناسب لكبار السن، كيف ممكن يتحكمون بمرض السكري خلال فترة الصيام. وإحنا طبعاً يومياً ضرابه ويا شوابنا لما يكون في فطور، أنا شخصياً أشل التمر عنهم وقت الفطور ويزعلون مني لأن سكانهم ما شاء الله وايد مضبوط قبل الفطور وعقب الفطور يرتفع طبعاً نتيجة التمر. أعطيهم دكتورة في رمضان شوية تيفس يعني لا أوكي أعطيهم 3 وأشل الطاسة عنهم لا لو خلتها بيخلصونها كلها. صادقة. وفي طبعا محاضرات دينية هاي بشكل يومي من 1 إلى 20 رمضان من بتعاون مع دار السنة الإسلامية والعمل الخيري بدبي. ممتاز. نحن إن شاء الله بنحاول بعد قبل العيد نتكلم معك الدكتورة منشوف شو محضرين أنتم في العيد كذلك لي من أنشطة وفعاليات. نحن شاكرين لكم كل هذه المجهودات اللي تقدمونها في دمج وإشراك كبار السن في المجتمع. شكرا لك دكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار السن في هيئة الصحة بدبي، كانت معنا عبر الهاتف. دكتورة ندى نعيد
السؤال وما نطلع فاصل. سؤالنا يقول: من أعراض الجلطة الدماغية هل هو ضعف في الأطراف، صعوبة في الكلام، أم جميع ما ذكر على 4006 مع أسماءكم الثلاثية؟ فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن سؤال حلقتنا اليوم اللي يعني عندنا تقريبا 11 دقيقة وما نوقف استقبال الإجابات عليه، شو يقول سؤالنا؟ يقول: من أعراض الجلطة الدماغية هل هو ضعف في الأطراف، صعوبة في الكلام، أم جميع ما ذكر على 4006 مع أسماءكم الثلاثية؟ ودائما عندنا اسمين نسحب عليهم، الأول بيفوز ب 500 درهم كاش، والثاني يفوز بباقة VIP قيمتها 1000 درهم، والهدايا كلها مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص بدبي. طيب شو بغيت أقول؟ في ناس تقول حذفوا إجابة ما يستوي. لا ما نقدر نحذف إجابة الصدق، لأن آخر الحلقة بقولكم على مفاجأة. يا سلام. مو مفاجأة يعني مفاجأة، واحد ما يتأمل وايد موضوع يعني أنا بقول مفاجأة، لا أنا بقولكم على شغلة جميلة سويناها في سؤال المسابقة اليوم. إفطار والسحور صحي لأمراض اللي يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، هذا موضوعنا الحين اللي بنتكلم فيه مع الأخت رولا أبو غزالة خصائية التغذية عندنا في هيئة الصحة بدبي. وشي صبحت الله بالخير، كل عام وانت بخير. انزين دكتورة، يعني نحن الموضوع الرئيسي اللي بنتكلم فيه وموضوع أمراض الجهاز الهضمي، شو هي الأطعمة اللي تنصحون بتجنبها خلال الإفطار والسحور لتفادي مشاكل الجهاز الهضمي؟ وما أعتقد في صايم ما يعاني من هذه المشاكل. صح. صغير كبير الكل. هلا أول شيء بالنسبة للأطعمة، الأطعمة الدسمة هي أكتر شيء متعبة للجهاز الهضمي. بعدين الأطعمة اللي فيها كتير بهارات وتوابل، هاي الأشياء. بالنسبة للمشروبات، هي المشروبات الغازية مثل البيبسي وال هاي المشروبات الغازية بشكل عام فيها سكريات عالية. وبعدين شرب الماء مع الوجبة نفسها، يعني المفروض إنه في ناس يعني أول ما يفطروا يأذن بشربوا كتير سوائل، بشربوا ماء، هاي برضو من الحر بتسبب عسر هضم. الأفضل يعني أنا بنصح إنه نبدأ بكم من حبة تمر، يعني 3 لـ5 حبات، شوية نشرب ماء مش كتير، ونبدأ بصحن الشوربة. صحن الشوربة هذا ممكن إنه يحفز الإنزيمات الهاضمة. لما نيجي ناكل وجبة الإفطار يعني بيكون أسهل عنا عملية الهضم، تستوي عملية الهضم أسرع، تكون أفضل وأخف على الشخص. أستاذة رولا، شو أبرز الأعراض اللي ممكن واحد يتيلة إذا يعني تبغى انطلق في الإفطار، إذا ما التزم بالنصايح اللي دائما احنا نكررها بخصوص الإفطار الصحي؟ بصيبه عسر هضم، انتفاخ، بحس يعني هيك بلوتينج أو انتفاخ بالمعدة، بصير عنده حرقة، كمان حرقة في المعدة، وبحس بالتعب والخمول يعني نتيجة لهيك. صحيح. وممكن كل هاي الأشياء كمان ممكن تؤدي للإمساك ومشاكل أخرى يعني. صحيح. فيفضل أنه زي ما حكينا نتبع هاي القواعد. وبعدين كتير مهم عملية المضغ، يعني نمضغ الأكل كويس، يعني شوي شوي مش بسرعة، في ناس كتير بيأكلوا بسرعة. يعني هني دكتورة أحيانا الواحد حتى وهو يطبق اللي أنت تقولينه بعد بعضين تفخ. يعني مثلا نبدأ زي ما حكينا بالتمر، لبن، شوربة، نروح للصلاة، أداء الصلاة بعد ساعة، هيك نكون أعطينا فترة للجهاز الهضمي يرتاح، نرجع نبدأ بوجبة الإفطار. لازم الأكل يكون متوازن في جميع العناصر الغذائية، ما ننسى البروتينات، الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. صحيح. والنشويات، نختار النشويات المعقدة اللي هي
الهضم عندها بيكون شوي شوي وبتشعرنا بالشبع لمدة أطول. صحيح. مثل البطاطا الحلوة، الرز الأسمر، الخبز الأسمر وغيرهم. صحيح. أستاذة رولا، كثير من الناس في رمضان خصوصا حرقة المعدة تكون أكثر شيء بارز عندهم، طول السنة ما عندهم المشكلة، بس من في دي رمضان احنا نسميه الصاهر، أو يعني يكون واحد يحس بالحريق في المريء عنده، فكيف ممكن نتفادى هالشيء بالأكل؟ شو الأكلات لازم نحرص ناكلها أو تكون موجودة ضمن الفطور والسحور عشان تقل الإصابة بحرقة المعدة هذه؟ هي حرقة المعدة ممكن عم ناكل إحنا زيادة عن اللازم. صحيح. لازم يعني نقوم عن الطاولة قبل ما نشعر بالشبع كومبليتلي يعني. صحيح. بعدين حتى الأكل مثلا كان في رمضان ينتشر أكل الدسم المقلاي كله، فأعتقد أن هو يزيد أيضا. صحيح. بعدين في نقطة مهمة اللي هي المنبهات مثل القهوة والشاي. صحيح. هاي كمان. صحيح. بتأثر في يعني نحاول أنه ما نكتر منها. بالضبط. صح. بعدين في مثلا النوم. النوم بعد الوجبة كمان بسبب عسر هضم. بالضبط. بنحاول أنه نترك فترة ساعتين على الأقل أو ساعة، يعني مثلا وجبة السحور ما نتسحر ورأسا ننام. صحيح. ناكل وجبة خفيفة وفيها غنية تكون بالألياف والنشويات المعقدة والبروتينات، يعني وجبة خفيفة، نستنى شوي وبعدين ننام. بعدين ننام. بعدين عشان ننام. ما تصاب بالتخمة، سوء الهضم وال... أيوة. والحرق اللي تكون في المعدة. وبعدين زي ما حكيت شرب السوائل مع الوجبة نفسها بسبب الإنزيمات الهاضمة بتتخفف. صح. فبسبب عسر هضم، وكمان المي والعصائر الباردة تسبب تقلص الشعيرات الدموية في المعدة وتاني بتسبب عسر هضم. فنحاول أنه نشرب بين الوجبات. ممتاز. يعني نختار بين الإفطار والسحور نبدأ نشرب تقريبا من 2-3 لتر في اليوم، خصوصا هلأ في فصل الصيف. فصل الصيف. صحيح. أستاذة رولا، ذكرتي على المشروبات، طبعا الحين مع الصيف الناس تحب المشروبات تكون وايد باردة، شو الطريقة الصحيحة لشرب المشروبات، وشو المشروبات اللي تنصحين فيها من على الفطور أو بعد الفطور على السحور؟ أنا صراحة بنصح بشرب المي فقط. يعني مثلا بدل ما نشرب العصير في هاي اللي هي قمر الدين والجلاب، هاي كلها سكريات. بالضبط. عالية السكر أيضا. حتى العصائر البرتقال وهاي الطازج أنا بفضل لا، يعني مثلا حبة البرتقال نقطعها لأقسام ناكلها ونشرب مي. هذا بالنسبة ل يعني الماي والعصائر الباردة. بالنسبة للمشروبات الساخنة خلينا بس نقول كوب واحد بالقهوة من القهوة أو الشاي. وأنا بفضل إنه حتى الواحد يبتعد عن هاي الأشياء كلها حتى يعرف ينام في الليل. صح. ياخذ مثلا اليانسون، البابونج، الزعتر، هاي الأشياء. اليانسون زين يقولون حق اليانسون زين حتى بيساعد على عملية الهضم كمان. هني علي يسأل يقول أنا عندي حرقة معدة على طول السنة، شو أسوي؟ بده أول إشي إذا عطول السنة أفضل يزور طبيب. صحيح. يتأكد يعني شو السبب، لأنه ممكن تكون أشياء يعني ما إلها علاقة بالأكل. وبالنسبة للأكل يتفادى الأشياء الدهنية الثقيلة على المعدة، القهوة، هاي الأشياء، منبهات والأطعمة الحارة والمبهرة. وما ينام رأسا بعد الوجبة. صحيح. في عنا نحن مشروب يعني يرتبط برمضان، يعني معروف اللي هو المشروب الأحمر هذا اللي ما نبغى نقول اسمه، ولكن يقول إنه بعد الفطور في يسبب كسل الجسم والخمول. أكيد. هي. لأنه هذا كل المشروبات الغنية بالسكر ترفع السكر بسرعة، زي ما ارتفع بسرعة سكر صناعي بعد رح ينزل بسرعة، فعشان هيك بحس بوطى السكر عنده فبشعر بالخمول. فبلاش تشربوا، ابتعدوا عن كل هاي المشروبات الغنية بالسكر. صحيح. أستاذة رولا، كنت بس أرجع منتجات الألبان ودورها في نظامنا الغذائي. مثلا الناس ممكن خارج رمضان ممكن تشرب حليب، تاخذ أجبان، بس في رمضان شوي تستويل مائدة فقيرة مع أهميتها، وناخذ منها كالسيوم. فمتى شو المنتجات الألبان ممكن ندخلها وسط أكلنا في رمضان، ومتى ممكن يسوي حارج دكتورة؟ لا محمود، حرام. اللبن
اللبن اللبن الزبادي يعني خصوصا اللي بيحتوي على البكتيريا النافعة. يعني في أنواع من الألبان مكتوب عليها لايف يعني فيها البكتيريا النافعة، هاي كتير بتساعد على عملية الهضم، فهاي مهمة يعني حتى بالإفطار والسحور ممكن إن واحد يأخذها. بس أحيانا تسبب حرج دكتورة حق ممكن إذا هاي أنواع اللبن يعني اللي هي السائلة بكون إضافة ملح وايد فيها هاي ما بننصح فيها، بس اللبن الزبادي كمية بسيطة يعني نص كوب. الجبن الجبن نفسه مالح يكون ولا الجبن نبتعد عن الأشياء المالحة عشان هي بتسبب العطش تاني يوم. اللبن أنا بس بنصح باللبن أفضل شيء اللي هو الزبادي. الزبادي مثلا لو حد يبغى يتسحر رقائق الإفطار الكورن فليكس بشكل عام مع الحليب، هل يعتبر فطور، هل يعتبر سحور متكامل ويغني ولا يحتاج أضيف عليه شيء؟ ممكن لازم نضيف عليه مثلا الرقائق، هاي أخذنا النشويات يختار الرقائق اللي هي السمرة البران فليكس أو هاي الأشياء. الحليب يكون قليل الدسم أو لبن مثلا، هاي مصدر للبروتين والكالسيوم. يجب إضافة حبة فاكهة وخضروات يعني عشان مثلا سحر سلطة صغير. الموز، موز كتير كويس على السحور لأنه فيه البوتاسيوم وفيه ألياف وبشعرنا بالشبع لفترة طويلة. ممتاز. ممكن شوية كمان أنا بحب المكسرات برمضان بس ما تكون مملحة ولا محمصة. صحيح. هاي كمان بدنا بالطاقة فيها نيئة تكون وفيها فيتامينات ومعادن. ممتاز. الحين تكلمنا عن الفطور والسحور، الحين ما بين الفطور والسحور الناس يكون فيها بوفيه ثاني غير بوفيه الفطور، في بوفيه الحلويات يفتح. فشو العادات الصحيحة أو شو الحلويات اللي يفضل تكون موجودة أو ما تكون موجودة على بوفي الحلويات المفتوح بعد الحلويات كلها ما يفضل تكون كلها والله ما رمضان كل شيء يفضل موجود. أنتوا ترى مال التغذية يعني كل شيء عندكم ممنوع. لا إحنا بنعطي بدائل. ما بنقول شو بديل كنافة استاذر ولا مثلاً الكنافة ممكن ناكل قطعة صغيرة ما يكون ما نكتر عليها قطر مثلا هذا السكر أو بس نحط عسل طبيعي. ناكل كنافة عادي قطعة صغيرة قطعة صغيرة يعني نقلل قد ما نقدر. وإذا إذا مسوينها في البيت ممكن نستعمل جبنة قليلة الدسم. جميل ممتاز. القطر أو هو السكر الشيرة أو الشيرة ممكن نستعمل بديل السكر، في أنواع صناعية بديلة للسكر. هني سؤال أستاذ رولو كذا حد يسألني أي واحد صحي أكثر الدبس أو الشيرة من السكر اللي نسويها في البيت؟ وايد ناس تسألني والله التنين هن يعني فيهم سكر نفس الشيء تقريبا. بالضبط صحيح. نفس الشيء، فالأفضل أنه نستعيد عنهم ببدائل للسكر الصناعية. صحيح. أو العسل الطبيعي. العسل صحيح، العسل الطبيعي يكون أكيد. حتى لو سوينا مهلبية كل هاي الأشياء ممكن نستعمل قليل الدسم. يعني أنت ذكرت أن حبة فاكهة واحدة يعني بطيخة مثلا كاملة؟ لا لا يقول خسة الفاكهة مثلا البطيخ دي كوب بطيخ مقطع يعني مكعبات هاي حصة واحدة من الفاكهة. من يأكل فواكه محمود في رمضان في مكان؟ لا يوجد مكان. لا يوجد مكان. أنت أوجدين المكان بين الفطور بين القيمات والكنافة والحلويات ما بعد ما في مكان. قبل تعطينا كنافة وحل. أنا أقول عن الناس. أوكي عن الناس مو بنتي يعني. عبالي أنت. يقول دكتورة هني أبغى أستاذ دكتورة ندى. يقول بعد الفطور يجوز إني أنا أخذ حبة الضغط على طول ولا بعد صلاة التراويح شو الأحسن؟ لا بعد صلاة التراويح طبيعي بفضل ما تضغط خصوصا الناس دائما الأدوية احنا نفضل ما تربطونها بالفطور لان خصوصا الا لو فطورك انت وايد خفيف بس الفطور اللي بطنك يكون مليان لا يأخر الدواء يخليه يقعد في المعدة فترة وايد طويلة الأخرى أفضل. طيب منوقف استقبال الإجابة على سؤال حلقتنا اليوم. صحيح. اللي كان يقول من أعراض الجلطة الدماغية هل هو صعوبة في الكلام أم ضعف الأطراف؟ وكان جواب كله ما ذكر يعني اللي طرش ضعف الأطراف دخل معانا هو يعتبره إجابة صحيحة عن مفاجأة؟ أوكي زي. واللي عنده طرش صعوبة في الكلام بعد إجابته صحيحة واللي طرش جميع ما ذكر بعد إجابته صحيحة تستاهلوا تستاهلوا الكل إن شاء الله بيدخلوا معانا السحب إن شاء الله اليوم. وكم فايز تعطينا اليوم؟ اليوم اثنين والله اليوم شو اليوم الأيام؟ لا اليوم ثلاثة الثلاثة بذكرك الخميس عشان أربعة نسحب. أنت باكر مداومة أصلا ولا؟ باكر لا باكر عندي تدقيق ايه.
زين دكتورة، آخر شيء قبل أن نختم معك لما نسحب على الفائزين، النصائح عامة تبغين توجهينها لمرضى الجهاز الهضمي؟ بنصحهم أنهم ما يتقلوا كتير بالأكل، ياخدوا بس يعني حاجتهم ويقوموا عن الأكل قبل الشعور بالشبع، يبتعدوا عن الأطعمة الدسمة، المقالي، الدهون، الأطعمة المملحة، المبهرة، الشاي، القهوة، يكثروا من تناول الخضار، يشربوا ماي كفاية، ويتناولوا طعام متوازن، ويحاولوا كمان انهم يمارسوا الرياضة اذا بيقدروا، يعني 30 دقيقة في اليوم صحيح ممكن او يصلي التراويح. على فكرة صلاة التراويح تقريبا يعني 200 سعرة حرارية الواحد بس يصلي صلاة، يعني مو بكم ركعة ويروح، لا يصلي هلأ جايب كمان قيام الليل برضو هاي تعتبر 8 ركعات بعد يعني ما تلحق تحرق فيها محمود 8 ركعات. لا نصلي شينا سعرة صلي وسعرة حرق سعرة حرارية يعني اللي يبي يستفيد يعني بالأجر إن شاء الله من أجر والصحة للدين والدنيا يعني بس يلعب رياضة في الجيم قالت والله العظيم ما يلحق يحرق سعرات قالت عموما أول فائزين معانا ب 500 درهم أو فائزة معانا هديل سعدون الخزرجي، ألف مبروك لي هديل سعدون الخزرجي، فازت معانا ب 500 درهم مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي. استحلال. أيضا بعد فائزة ثانية معانا بباقة الفي آي بي أو كبار الشخصيات للفحوصات الطبية قسيمة بقيمة 1000 درهم فائزة. الفائزة فائزة اسمها فائزة نواف فائز ما شاء الله، فائزة نواف فائز، ألف مبروك للفائزة فائزة. انت فائزة وانت فائزة معانا ان شاء الله ان شاء الله. نحن يعني استاذ رولا ابو غزال نحن شاكرين لك تواجدك معانا، كانت حلقة جميلة، معلومات جميلة جدا اللي ذكرتيها. خلاص خلصنا خلاص فازت شكرا. يصفك حق استاذ رولا انها موجودة معانا المهم شكرا لك استاذ رولا، خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا، وشكرا لك دكتورة ندى الملة. عفوا. شكرا لك إسراء الهاشمي، شكرا لك يا حسن البلاونة، وشكرا لك يا أيمن سرحي. لحين أصفك وهذه تحية خاصة بس شوية بس زين، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، ما بنلقاكم بلقاكم روحي لأن هي عندها إجازة تدقيق من البرنامج، إجازة من البرنامج، بكون معكم إن شاء الله الخميس بالحياة إن شاء الله إن شاء الله. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.